اليوم كان أعتقد يوم كبير لدار أعمار. هذا أول مشروع لدار أعمار مع شراكة مع وزارة الإسكان، وكان تجربة كبيرة لنا لإثبات وجودنا وإثبات خبرتنا اللي تمد على 14 سنة، وإحنا من المطورين القلال اللي بدأوا في تطوير عقاري من فترة طويلة، وإحنا إلى اليوم أكثر من 3500 وحدة تم تسليمها، وعندنا عوائل ساكنة في بيوتنا في مناطق المملكة كلها من الرياض والشرقية. واليوم الحمد لله بعد هالخبرة الكبيرة أثبتنا وجودنا بتسليم أول عينة في منطقة الرياض، والحمد لله نالت على الإعجاب الجميع. واليوم امتدادا من هالنجاح الحمد لله سرايا الجوان تم بيعه خلال ساعات وجيزة، واليوم ما بيع على الخريطة لكن عندهم إثبات بالجودة ونوعية دار أعمار بعد حضورهم إلى هالمركز العينات. أنا اليوم كسعودي أفتخر بأن في شركة وطنية للإسكان بهالشفافية بهالرقي في التعامل، ويلمسون جميع مشاكلنا وفي التواصل بطريقة حرفية جدا على أكبر مستوى من معالي الوزير إلى أصغر الموظفين. فعلا شراكة لم أتوقع تكون بهالمستوى في النجاح والتعامل والرقي والبروفيشناليزم. اليوم الوزارة تعلمنا سوا في قطاع جديد بالنسبة لنا ولهم، في هي الشراكات عمل مشاريع على مستوى قرية أو مستوى حي متكامل مثل سرايا النرجس. فهذه تجربة كانت جيدة وتعلمنا كثير وصار فيها خبرة كبيرة من ناحيتنا، والشكر للشركة الوطنية للإسكان. أعتقد تنزيل الضريبة من 15 إلى 5% هذا قرار صائب جداً، ويدعم حركة العقار والحركة التطوير العقارية والإنشاءات في المملكة، بحيث أن مثل ما تعلمون المقاولات والإنشاءات هي عمود فقري لجميع الاقتصاد الدولة، وهذا راح يسهم في تطوير عجلة العقار والتطوير العقاري، بحيث أن 5% رقم منطقي جدا ومعقول والناس كلها تتقبله، وهذا قرار صائب جدا جدا.